حركة فتح تطفئ شمعتها 58، وفي الأفق نيران لا تنطفئ، ليس أقلها انقسام مستمر منذ أكثر من 15 عاما، وليس آخرها حكومة إسرائيلية تجاهر بالتطرف، ما يضع الحركة والسلطة الفلسطينية على المحك. اليوم ستكون رسالتنا رسالة أننا جاهزون للتحدي، للمواجهة، لمواجهة هذه الحكومة بهذا الموضوع، وأيضا سعيا من أجل خلق حالة من الانسجام والوحدة في المجتمع الفلسطيني تساعد في القدرة على الصمود، وهذا ما سيتم. حركة فتح أطلقت الكفاح المسلحة ضد إسرائيل، ثم قادت عملية السلام مع إسرائيل قبل 28 عاما. في الحالتين لم تفضي إلى التحرر ولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. فتح في ذكرى انطلاقتها ومع تشكيل حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل تحتاج لوضع رؤية شاملة للحالة الفلسطينية، قوامها استنهاض الوضع الفلسطيني للتصدي للتحديات الناجمة عن التطورات والديناميكية السياسية في داخل إسرائيل ذاتها. ولكن وضع مثل هذه الرؤية يحتاج إلى مقومات، أولها ضرورة تعزيز وحدة حركة فتح الداخلية، وضرورة وضع تسلسل واضح وفق آليات محددة لما يسمى موضوع الخلاف. وثانيا هذا الأمر غير متاح أيضا بدون استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية. تغيرات دراماتيكية مرت بها حركة فتح منذ انطلاقتها عام 1965، وتحديات تزداد ولا تنقص في مواجهة الواقع الداخلي والمخاطر الخارجية. من الأراضي الفلسطينية، خالد القاسم، الحدث.